لا لا وما تكملش هنا كملنا بلاصه انت تش تخدم هنا انت بتخدموا لا احنا نخدم هنا لا فين هنا بننزل لك نسيم اذا انت بتخدمي مع الضيفي هنا انت سما ضروري لحظه انا انه انا مش بس اعرض حياتكم لا صحيح شغلنا كذا بنزل تحت طيب معه تحت امن ما فيش حاجه يلا ما اشتك زي قدامي خلي خليك احدي فيه خلي اللي حصل انه استشهد زميلتنا ريهام البدر استشهد بالجبهة الشرقية عندما كنا طالعين بسيارنا قافلة إغاثية باسم زميلنا الشهيد أسامة سلام اللي استشهد قبل أيام بالجبهة بتشريفات ريهام أكثر حاجة كان عملها في المجال الحقوقي رصد الانتهاكات وعمل إنسانية تقديم إغاثة مساعدة الناس كانت تجمعني مع ريهام أهداف ورسالة ورؤية يمكن أكثر شخص كان قريب لأهدافي ورسالتي ورؤيتي الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ريهام كانت الإنسانة وكانت الوردة الندية وكانت الغمامة الماطرة تعمل بصمت دون ضجيج. كنا نراها منذ عام 2004 وهي في برنامج صناع الحياة، كانت تصنع الحياة ولا تريد الموت. ريهام كانت بنت ذبحان الأصيلة، أنا أعرفها من ذبحان، وكانت لها عدة أنشطة إنسانية. كان أكثر ما يشدني إليها اهتمامها بالفتيات اللواتي تسربن من التعليم، كانت تعمل جاهدة على إعادة تلك الفتيات إلى المدارس. أول ما وصلنا لهناك ننزل المواد اللي معانا، الماء والكعك والحليب والمواد الغذائية، بدأ الضرب علينا. بعدين حاولنا ندخل للقصر عشان القنص، لكن أني بعدين الضرب الأول، الهاون الأول وقذائف مننا مجموعة راحة عشان إنه إحنا متجمعين خفنا إن إحنا نروح كامل. السيارة الأولى مشوا الشباب برضه استهدفوهم لا تحت قصر صالة يعني، وقد هم ماشيين. بقيتني برضه زميلي الدكتور أحمد الدميني وريهام، أني ما لحقت يعني عاد إحنا ننزل المواد وهي طلعة من ضمن اللي بيطلعوا لخطوط النار القافلة، ما لحقت إيش أشوف هنا طلعة هي تقريبا 10 دقائق ونسمع الضرب واجي من كان قذائف وقنص من قبل ميليشيا الحوثي والهالك عفاش من تبة السلال والقعشة. بعدين كنت أسمع هناك المرابطين يقولوا غطوا في مرة في مرة قنص النين اشتين السعيفة، يعني كنت أسألهم لأنني داري أن زميلتي طلعة، أقول لهم هي زميلتي، هم قالوا لي لا مش زميلتي، هم يخبوا عليها. بعدين وصل الطقم الأول أسأله لقيت حد وقاكم في مرة؟ قالوا ها أنت واحد كان يشتي، يقول لي واللي جنبه يسكته، يقول له سكتة سكتة لا تقول ليش. ونزهت إني يعني قد كان حالتي خضر الطير. ما إيه تقريبا 5 دقائق وصلوا لي من هناك، أحاول أنقضي أحاول أنعيش ما فيش. يوم تحرير العسكري كمان عرفنا أن في أسر ما زالت هناك عالقة كل 3 أيام محاصرة، قالوا للعيال أنه ما فيش معاهم أكل. طلعنا غداء واحنا نحاول نقطع الشارع، القناص بدأ يضرب علينا، بقت ريهام وأسامة سلم بالطرف الآخر واني بالطرف الثاني. أقول لهم باقي عندكم؟ يقولوا لا. قسنا حوالي 1.5 ساعة، كلما يحاول الشباب يقطعوا ريهام وأسامة يضرب عليهم، حاولت تقدم جنابهم يضرب علينا. رجعت ريهام تشجعت الأولى قالت يلا بسم الله، قفزت الأولى بعد أسامة. كانت كذلك في ثورة 11 فبراير كعمود أساسي من أعمدة ساحة الحرية في تعز، وقدمت الكثير، تعرفها كل أزقة وشوارع وجبال وتباب المدينة بالكعك والخبز والتمر
وإرفاد أبطال المقاومة الشعبية بالحليب والتمور، ولها مع ذلك قصص وروايات. أكثر هدفنا دخول خطوط النار عشان الأسر العالقة اللي ما فيش أحد أصلاً يكفلي وحاجة زي كذا. أذكر حتى أيام العسكري إلى جانب الرز والتوفيق، أيام العسكري كانت تقولي خلاص أني بتخذ الجهة اليمين أشوف كمان في أسر، وأنت تدخلي الجهة اليسرى وسألي الأسر كم لكم هنا، إيش اللي تحتاجونه، إيش اللي ما تحتاجونه، وكمان اسألي من معاهم ضحايا من اللي معاهم مش ضحايا. أسامة سلم اتجه بالاتجاه العسكري تحت، رجع لعندنا أسامة سلم يقول لنا أن في أسرة أصيب أبوهم بالعصر، ضربوا على الحوثيين وقت ما كان راجع للبيت، اشتغل بيت هائل وتم قتله، وسحبوا انه زوجته واولاده لوسط البيت، وجلس لثاني يوم الساعه 10 الصباح بين اطفاله وزوجته قتيل، من حين قتلوا انه الحوثيين العصر. ونزل اسامه اخذ، لان زوجته اخذت الزوجه سحبته للمستشفى، تركت الاطفال بالبيت ما فيش احد معهم. اجا قال لريهام يا ريهام سريع سريع في تحت اطفال امهم مش موجوده ولازم ان احنا نطلع ناخذهم ونوديهم لمكان امن. وفعلا نقلوهم عند الجيران اللي كانوا جنبهم، ونزلنا على طول من العسكري لمستشفى الروضه ندور الام، قسنا ندور بعد المستشفى للمستشفى عشان ترجع عند اولاده، وحصلنا رقم الام قالت لنا خلص قد طلعت، قلنا لها سيبنا لك اولادك بالاسره اللي هي جنبك. ذهبنا الى جبل هان بمعيتها، وكانت نحن من النوع الجبان لا نستطيع التقدم، لكنها كانت تتركنا وتنطلق. استطيع ان اقول ان المراه اليمنيه والمرأة التعزية بالتحديد ضربت أروع الأمثلة في التضحية والبطولات. في هذه المدينة سقطت الشهيدات تفاحة وزينب وياسمين وعزيزة ورواية وسحر وبغداد، وها هي ريهام تلحق بالركب. في هذه المدينة قدمت النساء 5 من الشهداء عنقاء تعز، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وهي مبتسمة وتريد أن تصنع النصر. في هذه المدينة قدمت النساء الرباط خلف متارس الأفران، يصنعنا الخبز والكعك منذ 3 سنوات باستمرار. في هذه المدينة تبرعت النساء بالحلي والذهب إرفادا لأبطال المقاومة الشعبية وكذلك للجرحى. في هذه المدينة قادت الفتيات والنساء المبادرات الإنسانية والشبابية لكي تكون سندا ورفدا للجمعيات والمؤسسات الخيرية. هذا من أبرز ما كان نعمله. كنت أقول لريهام يا ريهام ما تأجزش، لاقوا معاه لا سبت لا أحد لا عيد، حتى أيام العيد قل لي يا ريهام بنرتاح شوية، تقول لا ما فيش معانا وقت ما فيش معانا وقت. هذه الفرصة اللي احنا نخدم فيها تعز. ريهام دمه برقم تقاولي عبد الله صالح والحوثي، واني اشتكي لأرحم الراحمين إذا كنت هو اللي شيء قضح حقا إن شاء الله بإذن الله، لأنني تعبان بعد ريهام، تعبان صح بعد ريهام. اللهم لك الحمد. تعبت نفسيا قلت لا كان بنتي الوحيد، ما مش ما معش الا ريهام. والله لك الحمد، ربي استخاره وان شاء الله للجنه، والله يرحمه بوسع رحمته. اماني ريهام ما بنسيهاش لا ما أموت مش عايزة شريحة. كانت عمل صمت خير لكل يعني، حتى لازم وليهم على الخطوط النار الناس النازحين، كانت وديهم يعني حتى ما تتكلمش يعني تعمل فعل غير ما تتكلمش ولا تشي تشتهر ولا تعمل أي حاجة. اللهم لك الحمد على ما أعطانا وربي حبه واستخار في هذه الشهادة. الحوثي ما يفرق ما بين المقاتل ما بين لا يفرق لا بين صغير ولا بين كبير، قد هن أطفال هن أطفال ما يدرش إيش عملوا يقتل. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. اللهم لك الحمد. دائما كانت منصفة، حتى في رصدة كانت منصفة، ما تزورش الحقائق، ما القريمه هذه مع من كانت ترصدها، ما دائما كان يهمها المدنيين. حتى لما كنا نرصد كنت اقول لها المجازر هذه الجديده بنروح نرصدهم، تقول لي المجازر القديمه لو ما انتبهنا ليش ورصدناها تنتهي معالم الجريمه، وكانت دائما تبحث عن القديم لانها تقول خلاص بينتهي
الآثار القريمة، وبيحاولوا الناس والشهود ينسوا اللي حصل. ريهام قدمت للمدينة وللمحتاجين وللنازحين وللضحايا، يعني قامت بجهد كبير جدا جدا في خدمتهم وتوثيق حقوقهم حتى لا تضيع حقوقهم. هذا يعني ريهام كانت تسعى لما يحفظ لهؤلاء الضحايا حقهم، و يعني كي لا يضيع حق هؤلاء الضحايا بعد انتهاء الحرب او بعد يعني نهاية هذه المسألة اللي تمر بها المدينة. كانت تسعى لحفظ حقوق الضحايا، تسعى لمساعدة المحتاجين، تسعى يعني هناك أيضا يعني كانت أعمال تقوم بها لا تظهر إلى الشاشة ولا تظهر إلى ولا يعرفها الناس. هناك تسديد لديون بعض المحتاجين، بعض الشهداء، بعض الجرحى، بعض مساعدة الجرحى. كانت يعني ليست بالضرورة أن تكون هذه المساعدات مقدمة من داعين، بل كانت أحيانا يعني من أجرها التي تستلمه ريهام تقوم بمساعدة الناس وقضاء حوائجهم. أستطيع أن أقول أن المرأة اليمنية والمرأة التعزية بالتحديد ضربت أروع الأمثلة في التضحية والبطولات. في هذه المدينة سقطت الشهيدات تفاحة وزينب وياسمين وعزيزة ورواية وسحر وبغداد، وها هي ريهام تلحق بالركب. ريهام كانت تعمل في ضمن فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في حقوق الإنسان في تعز. كانت ناشطة حقوقية قبل أن تكون في اللجنة، وهي تعمل في مجال حقوق الإنسان في رصد الضحايا من النساء والأطفال والمدنيين وكبار السن. كانت عبارة عن كتلة حقوقية وكتلة من النشاط الإنساني تؤدي رسالة في جانب الإنساني وجانب حقوق الإنسان وفق يعني المتاح لها، رغم شحة الإمكانات، رغم الوضع الحرب والقصف المتواصل، إلا أنها كانت ما من واقع من الوقائع، ما من في أي وقت يعني يسقط الضحايا تجد ريهام البدر في المقدمة كناشطة إلى جانب الضحايا، يعني تضمد جراحهم، توثق، تصور، تتعاطف، تعمل على إغاثة النازحين، تقف إلى جانب الضحايا أمام باتجاه السلطة، باتجاه الشرعية، باتجاه يعني تعمل ليل نهار في هذا الجانب. أعتقد أنه ما كانت تقوم به من دور كان كبير وعظيم جدا، نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله. وكان فقدنا للأخت ريهام كان يعني يعد يعني قاسم للظهر. روحنا انقسمت نصين، تعرف روحنا انقسمت نصين تيبي، نفسي صدق الناس تشهدت. هذا قضاء قدر، مش قادر استوعب الى الان، كل ما حاول استوعب ما قدرش. حتى صوتي لاحقني بكل مكان، ما تركت ليش شارع الا واتذكر فيه، وما تركت ليش حاره الا واتذكر فيه. مش قادر استوعب للآن، كل ما حاول استوعب ما قدرش. حتى صوتي لاحقني بكل مكان، ما تركت ليش شارع الا واتذكر فيه، وما تركت ليش حاره الا واتذكر فيه. كلما اخرج الصباح احس رجلي ثقيله، واني امشي من دونه